بعدين بيرسونال، وبعدين هتكلم عليه كدكتور، وبعدين هتكلم بيه على ساينتست. وكوليكت ذيس بيكتشرز، يعني عشان حد يقوم بهذه المهمه المستحيله هنا، عملها كل سنه بيعملها هناك المنصوره، ويجمع كل الناس، والناس بتجيله بحب لانه حاسين ان دي حاجه طلع الوجه الله خالص كده، الوجه الله طلع من القلب الوجه الله، عشان عايز يعلم الناس. ده امانه جدا جدا، يعني تحياتي لحضرتك وشكر لحضرتك واحترام لحضرتك يعني جدا. انا هتكلم بس على حاجه، هو مش ايشو جديد بس احنا بنسمع اللي ديبيتو لينا صندوق، وعلى الفكره ان هي كانت في الستينات والسبعينات لما بداوا ان هم يخشوا ديفلوب، ان الناس اللي عندهم اسايتس، الناس اللي عندهم ليبوسيت هي بداوا يحللوهم، تلاقوا الجلدين بتاعه بدا يعني. وبعدين بعد شويه كده بدا الراجل ديتريليشن، وبدا الضغط بتاعه يقع. بعدين بعد شويه الحق ايه في ايه؟ قال له الراجل ده مش ناط، الحق ده داخل في شوك. يبدا يديله في لابو زيلا، قام يديله قام شوك، رجع الراجل ناط اصبط. وبعد شويه يس. القصه هجيبها من البدايه، ان الديفينيشنز بتاعتها كان الانترناشونال اسايتس كلاب قال تعليمات ليلا سندروم، ان ده بوتنشال ريفرسبل سندروم بيحصل في الناس اللي عندهم سيروزس، الناس اللي عندهم اسايتس، والناس اللي عندهم ليفر فيلر. وده عباره عن كلمه سندروم يعني ايه بالعربي؟ فيري جود. بتبقى امبيرد رينال فانكشنز ومعاها ماركت ابنورمالز في كارديو باسكولار فانكشن. يعني ايه متلازمه؟ متلازمه حاجات لازم تيجي مع بعضها. يعني ايه؟ طويل وتخين وقصير وشعر احمر. ده يبقى كذا. هي بتجمع كلينيكال مع لابوراتري. كل مع لابوراتري. تطلع كذا. مش لازم يبقى لهم وان كوز ولا وان دايجنوز. لا مش لازم يبقى لهم وان كوز ولا دايجنوز. يس رايت. And intense over activity of indigenous vascular active systems. هتكلم عن الضغط active systems كده بحاجات صغيرة. The cell took to each other by some sort of cytokines. عشان اكلم السيل اللي جنبي واستلف منها واخد منها، والاميون سيستم عشان اقول له في حريقه هنا انفلاميشن، فبتطلع حاجات كده رسائل مباشره كده على طول، حاجه اسمها انترليوكين 2، حاجه اسمها انترليوكين 6، بيمشوا في جروب بيجيبوا المونوسايتس ويجيبوا دبليو بي سيز جروب، حاول في حريقه كلهم يجروا على طول على الحريقه دي ويشوفوها، يقول لك ده اتحدث قبل كده، يطلعوا لها ميموري سيل وتي سيل ويحوطوها، ويبدا يعمل عليها كاردون لين فايبروزس، وبعدين يعني يطلعوا فرقه انتحاريه اسمها دبليو بي سيز، وتخش بقى تحدف نفسها جوه عشان تقتل الناس دول، ويطلع منها الدام ريسك وتبقى لوكاليزيشنز، وبعد كده يبقى لهم مطار في اتس اوكي احنا سيطرنا. This is a story. ده اللي بيحصل بالظبط جوه لما بيخش فورين سابستانس او كده. انما فوزو اكتر سابستانس ده اللي بيطلع بعد الانتحار وبعد الموت وبعد الكلام ده، او الانشيشيشنز اللي بتطلع ديورنج الانفلاميشن او الاثيروسكلوروزس او الانشيشيشن بتاعتها. زي في تيرم كان قال ان الفاز اكتف سابستانس دي اللي بتشعل النيران اللي بتزودها. يعني دي اللي هي الفايت دي اللي هتشعل النيران عشان يبقى عندك بروسس اوف انفلاميشن. مش هقول كتير بس عايز اقول كلمه واحده، ان اللي بدو لنا سندروم لو انت خدت بيوبس جديد دي هتلاقي الكيدني سليم. جدا. يا راجل ده انت عينينا كذا كذا والدين والكيدتين طبيعي تطلع سليمه؟ هيستولوجيكلي في بس اتس فانكشن از نوت. الانسيدنس بتاعتها قال ان ده بيحصل في ناس عندهم سلوس حوالي 8%، ومش كده كمان البروبابيلتي ان هي تحصل في اول سنه 18 وفي اول 5 سنين ممكن توصل لغايه 39%. ده مش كده كمان ان في سباس السولج بتاعه عباره عن حدوته، بس حدوده لطيفه كلهم بيشبهوا بعض، ما حدش قدر يطلع كوز واحد قالوا، بس الافكت فيها ان الارتيريا بلاد بريشر بتاعه بيقع ساعة ما يبدا البلاد بريشر بتاعه يبدا يقع، تعرف ان في بروبلم هتحصل. بالبلدي لما يحصل فيه ديكريز اوف افكتيف ارتيريال بلاد بريشر بيبقى فيه هايبو بيرفيوجن تو ذا رينال، خلاص يعني بيبقى فيه هايبو بيرفيوجن وهكذا. بس المشكله ان الهور فازو دايليشن ده لما بيحصل في الناس ده بيبقى اكتر في السبلانكينج ايريا،
حتى سموها دكتور ناجي بيه ودكتور ناجي بيه خريف الحته دي السبلانكلينج ستيل مسحب بولينج يروح جايبه كله جايبه بولينج عليه. وده بيحصل فيه ان بيحصل فيه ان الافكت بلاد بريشر بيحصل له ريدكشن. دي بوينت. البوينت الثانيه بالباسل هيستولوجي اكورنج دي تو ذيس ديكريز اوف بلاد بريشر بيحصل فيه باسل ريستريكشن. كيدني لازم يحصل لها باسل ريستريكشن لازم تقفل علشان تحافظ على الافكت بريشر بتاعتها وعشان الناس اللي جوه ما يتضربوش وكل السنس ما تنفعش وتتكسر موجود عليها. فبيطلع فيها حاجات سيستمز كلنا عارفينها الراس سيستم اللي موجود على الليب او بيبقى فيه انكريف السيمباثيتك اوفر ستيميليشن او بيطلع الانتيجينيتيك هرمونز الحاجات دي كلها علشان تقدر تعمل فاسكول سيليكشن وتحافظ على الاليمنت ده يعني علشان ما يموتوش بتحافظ بقدر ما تستطيع عشان ما يموتوش. تتصور ان البودي از هايبوفوليميك يعني تراي تو كونزرف از ماتش از كان اوف سولت اند ووتر. هو على طول فلازم هتقول دي عشان عايزه تعلي البريشر جوه عشان افكتيف بالفيوجن بريشر يوصل للنورمال بتاعه. ومش كده كمان طالما في هايبوفوليميشن يبقى اكيد جي في ار لايك بالبنتي كده. اوكي نكست. We know that there is an auto-regulation. بيحصل في الكيدني بتحصل في الفيسلز عشان تحافظ على الانتروجلوميلر بريشرز اللي موجود عليه. So, what else? Is this auto-regulation is absent? No, it is not absent, but it is not working good. ما تشتغلش كويس. Okay. آخر حاجة برضه هايبرتنشن. في حاجه اسمها هيباتورينال ريفلكس. ايه هو الهيباتورينال ريفلكس؟ قالوا الانكريز البورتال بريشر از اسوشيتد ويز ريديوسد رينال بلاد فلو وده عن طريق السيمباثيتك اكتيفيتي. لما في بورتال هايبرتنشن سيمباثيتك فلو وبيأثر على الكيدني فبيحصل في حاجه اسمها هيباتورينال ريفلكس. بيحصل ايه؟ بيحصل في اللحظه دي ان يحصل فيه برضه هايبرفيوجن. ولذلك عشان التريتمنت بتاعه ان انا اقلل البريشر في البورتال فين علشان احسن البرفيوجن اللي في الكيدني عملوا شنط. لما عملوا شنط عشان يقلل البريشر تقوم دي تشتغل. ده شغل. برزنتيشن. والله يا بيه البرزنتيشنز اللي هو قالها الدكتور حسين دي البرزنتيشن اللي احنا بنشوفها. احنا بنشوف الهيباتورينال قبل ما يموت يجي بست اشهر. بس في واحد بيموت في البلد في تو تايبس. في حاجه اسمها رابيد بروجريسيف رينال فيلير وده تايب 1 اسمه فاتوسون بروم تايب 1 اند ذيس از بيحصل في الناس اللي هم بيحصل لهم دبلنج السيرم كرياتينين للليفل بتاعه يوصل لغايه 2.5 اقل من اسبوعين يبقى 2.5 في اسبوعين ده يقول لك ان ده هيباتو رينال سندروم تايب 1. طب في حاجه ثانيه معاه؟ في حاجه ثانيه ان في بروبلمز موجوده. ايه البروبلمز؟ الراجل ده بيفر من جوه يامتى راح لدكتور عشان بطنه عاليه وهو ما عرفش ان هو ينزل الاسيتيك فلاور فراح لواحد ثاني فعمل اجريسيف دوز من الفلوزامايد الدكتور بدا يديله ديوريس او الراجل بيفر من جوه وانت ما انتش عارف او حصل فيه انفكشن وصار اكيوت بكتيريا بروتوناتس والناس مش عارفه في جوه قصه مش معروفه فدي بتدخله بسرعه جدا وما يتلاحظش. ومشكلة كمان غالبا الراجل ده منظره انت بتبص له وانت شايف عليه وعارف جواك ان هو مش هيكمل. دي ريال عنده جون بس وعنده ايجلوبسي بالفرن يعني مرضس موجود عليه. تايب 2 اقل منه بس البروجريشن بتاع رينال فيلير بيحصل فيه. مشكلة كمان الكرياتين بتاعه ما يبقاش 2.5 بيبقى من 1.5 ل 2.5 ويبقى مايلد ديجري موجود عليه. غالبا بيحصل في اسابيع عشان يوصل فيه وبيحصل في الناس البيشنت اللي هم ريفراكتور في اسايتس. ريفراكتور اسايتس معناها اسايتس ما بتمشيش لازق كان نوت بي موبلايز مستخدمه في حاجات كتير. ذا تريتمنت اوف تشويس اوف ذيس بيشنت اللي هو عنده ريفراكتور اسايتس تعمل له باراسيتيزس ولما تشيل منه الفلاوت لازم تعوضه بالبومين ولا ايكويشن
مش اي واحد اعرف فيه ولها لتر معين ما تاخدش منه مثلا 5 لتر ولا حاجه تخلي الراجل في الشوك وتموته بدري. ما الراجل لسه هيعيش ممكن يعيش اكتر من حوالي مثلا 3 سنين ولا حاجه. ما اقصدش الاعمار بيد الله. ديجنوس احنا اخدين 1 2 3 4 تبدا يعمل ديجنوس الراجل ده ازاي؟ يقول ان ده بكتيريال سندروم دخل عندك سيروزس واسايتس قال لي 1 كرياتينين بتاعه كيوت 1.5 او اكتر 2 بدا ان انت تشيل من عنده الدياليس تشوف تعالج الانفكشنز اللي موجود عليها وتبدا تشوف وتعمل له اكسبانشن للالبوم بتاعه قليل وز بتدي 1 جرام بتدي 1 جرام لكل كيلو جرام كل يوم اب توتال تو 100 جرام. ده الايكويشنز اللي موجود ما عندوش شوك وشلت من عنده النيفوتوكسيك ايجنتس ومشكله كمان كان اسيدز اوف برينكمان ديزيز وده بيشوف البروتونوريا بتاعته كانت اقل من 500 او الميكروهيماتوريا اللي موجود عليها 50 ريد بلاد سيلز من باور من هاي باور فيت اقل اقل من 50 هي معكوسه بس اقل من 500 اقل من 50 اكتر لا بس دي اقل. ايم سوري. حاجه ثانيه برضه على فكره والله دي مكتوبه الساعه 2 2 ونص بالليل قضيت 2 ونص بالليل. استاذ دكتور ياسين هندي ريحنا قوي لان ادالكم مجرى لحاجه معينه الهواء. هل في باي ماركرز قول لي ان هيحصل في اكيوت كيدني انجري للناس دول يخشوا البكتيريا الفيليا او البكتيريا سنتروم ام سوري في اللفظ في الاكيوت كيدني انجري في اثنين هو زود عليهم طبعا الاثنين بس هم دول اكثر واحد لا بنشوفه المجال والانتر لوكن 6 اللي فيه وكان في واحد كمان ثالث بس مش فاكر اسمه. انتر لوكن 18 يس دول عباره عن بروتينين على بالتايلز بتبقى قاعده على في الميسيليوم بتاع الكيدنز في الكيبيولز من فوق اول ما دول يفرقعوا تروح دول نازلين في اليوم ثاني خالص انت تعرف ان هيحصل في فرقعه فوق في السيلز لما نشوف ان المجال ده موجود. ده موجود في مصر جدا مش موجود في مصر بس مش موجود مش هكمل برضو الثلاثة الكبار اللي هو قال عليهم ان هو علشان افرق الاكيوت كيدني انجري كديفرنشال دياجنوزز من في البيشنت اللي هو ممكن يحصل له اكيوت كيدني انجري البيشنت اللي عنده سيروزس ممكن يحصل له كتير ممكن يحصل له بري رينال ممكن يحصل له رينال ممكن يحصل له بوست رينال في الاوبستراكشنز او كده يعني. نكست كلام تعالجه ازاي؟ يعني الراجل ده عايزين نعالجه ازاي؟ الراجل ده عنده هايبو فليم الاول مش كده كمان الراجل ده عنده فازو دايليتيشن ديوز اللي هم الحاجات اللي تعمل فازو دايليتو سبستنس فعنده هايبو ديفيوجن والراجل ده عنده بورتال هايبر تنشن وانت لسه قايل لنا قبل كده ان في حاجه اسمها بورتال رينال ريفلكس لما يعلى يروح حافق ده قفل مش كده كمان الراجل ده عنده توكسنز عشان ازاي في الاخر خالص عشان اعالج كل الكلام ده اعالج الليفر كدني صح الاتريت اوف تشويس از رينال از ليفر ترانسبلانت بس هتكلم على الفولنا اكسباندر خلاص يا دكتور حسين بس عمال 3 دقايق بس قالوا الالبومين هل هو افكتيف ان هو امبروف الاتريت بريشر ده سؤال طرحوه قال لا مش افكتيف مش كل لوحده لا لازم يبقى في شغل معايا ولازم علشان اعالج الهبات الرينال سندروم يشيل الالبوم من لوحده يعني ما نجريش علشان نقول له لازم نعالج البوم ونشيل اسيتيك فلويد وكده بس هو ده من ضمن المنظومه علشان انت تشتغل فيه انما الدايوريتكس ما حدش جاب سيره الدايوريتكس خالص هم الراجل هايبوفلاميك واسيتيك هتديله دايوليسس ولا مش هتديله لما بيخش في حد ايه مفيش دايوريتك جاست البومين ما بيديش عند البومين في الحاله دي ما بيديش عند البومين فازو كونستريكتور اشهر حاجه كانت فيها الميدودرين كلنا كلكم بتكتبوا الميدودرين
وخاصة في الست البنات. انا برضه في اصلا كوتشن بتروح حسين بيه عشان الفلوس موجود بس هو رخيص بس بس بص الافكت جامد انت الكل بس هو تجسس ان هو بيعمل كده كده بس قالوا لنا زمان ان كل الناس اللي هم بيزودوا الملح او يعني دايما الريسيرش عارف كده كله بدا يهرب تشو بيحط الميدودرين وبيديه اورال ممكن تديه عشان يزودك البلاد بريشر ويبدا تمنتين الميل ارتيريال بريشر اكتر من 70 لان هو ده عشان حسينك الفيوجن الالكترو الالكتروفايد اللي هو سوانس تيم انالوج برضه كان يوز ويز هيم يعني معاه او لوحده هما الاثنين دول اللي بيستخدموا ادرس ما بيستخدموش هو اكتر ايفيدنس جاي مع التليبرسين هو التليبرسين مكتوب انالوج ما الانالوج بتاعه بس التليبرسين هو الجلايبرسين بس انا بتكلم على المستوى بتاعه هو الجلايب بتاعي اللي هو الشغل اللي انا هشتغل مش عارف اكتب له جلايبرسين هو غالي شويه ومش عارف اكتب له جلايبرسين هستخدم له ايه؟ استخدم له عندك ميدو دري ابسو افكتف ويقيس له البلاد بريشر بتاعه كانت قصة اللي هو الان اسيتيل سيستين حد يا مستخدم فيه في الديفرنش كونتراست 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 الميكانيزم اوف اكشن ايه بس لو بيعمل الكاليزيشن اوف في الباس ده وبرضه نفس الكلام برضه علشان يمنع البوزيشنز بتاعه ويخليه يسهل الاكسكيوشنز بتاعه بس اتلاقوا هنا ممكن يدوا ده ريفرنس والله جايب هو 2009 يدوا انترافينس انفيوجن مين ميكانيزم مش اوبتمايزيشن ولا تبين ميكانيزم فري اوكسيدابل ادي واحد ولسه واحد اه ده هو مين ده مين ميكانيزم بتاع فري اوكسيدابل بس هو فعلا لا انا بستخدمه في اليوز بتاعه اللي هو يعني اذر يوز بستخدمه في ايه طبعا في الكانزيشن انفيوجن في الريجو كونتراست ميديا لكن بستخدمه في الاسبرين ده قصه ثانيه لكن في باراسيتامول باراسيتامول لكن يعني نور صعب اوكي حاولت ان انا اشوفها والريفرنس بتاعها اللي جبته لانه مكتوب عليه عز الدين اول واحد مكتوب عليه عز الدين فلفت نظر عز الدين وان استايل سيستين وانترا فينس كمان جدا لان استايل سيستين جدا فلفت نظر قوي قلت انا احطها بس كانت سمو ستادي كانت على 12 واحد ما تنفعش ما لهاش اي دراما فمش هنستخدمها بس حبيت اذكرها ان هو كان بيوز دي ناستاسي هو عملها كده برضه نفس الكلام ان هو نو بروفن افكتسي موجود عليها علشان الفازو دايليتور زي الاندوثيليال ريسبتور انتاجونست اللي موجود عليه كيوز ان هو يقدر يحسن الرينال بلاد فلو ويقلل ويحسن الرينال بيرفيوجن عشان تو مينتين اتس فانكشن برضه التبس اللي هي الترانس الترانس جنرال انت هيبات البورتال سيستميك انستموزس برانش من الرينال فينو برانش من البورتال وبيعمل لهم بريتش ستنت علشان يقلل البريشر بتاعه فيقدر الفانكشنز بتاعته تبقى كويسه ويقدر ان هو يمنع الستيل فينومينا اللي راح للسبلانك الكامل. اخر حاجه ترانسبلانتيشن. This is the only treatment of patriotism. كل الكلام اللي احنا قلناه ده محاوله. temporary. في محاولات بس عشان انت بتجهزه بتكسب وقت عشان تقدر تدخله على طول لان دي اندلس يعني خلاص وصل مش هيخرج مش هيخرج لو دخل الهبات ده جنس الدور مش خارج انتهى مش خارج طيب قال ان هو بعد ما يعمل ترشر اول حاجه عشان تصلح ديفرنس الدور فالاهل والاناج كنت متحمس جدا كنت اقول لهم ده الهباتولينا اللي المشكله دلوقتي مش في الكدني مشكله في الليفر لو الليفر اشتغل الكدني هتشتغل فالمهم فايه فخطوره من عندي ديبريس جدا فصوت عليك الجنيه بتاع المستقبل هو لسه حي مات لا مات الجنين مات هو نازل وعلى الجانب الاخر درس برضه كان مستفاد وانا نايم امتياز كلمني باسم اسم واحد عندنا في مستشفى الجامعه تعالى في عيان في بيتريس الروم والاستاذ او عاوز حد كده يجي يشوف فدكتور راشد قال لنا كنت زمان ما شخصش بيتريس الروم فاحنا ما عندوش فاسايتس رحت لقيت عنده
ده باتري فيلير لان هو عنده الليفر اللارج مفيش اسايتس وفي انزيمز في الالفات في هنا شويه بليدنج حاجات فيزيكالز في الاورده هيربس ولينا فيلير في الاورده اكيوتينال فيلير واكيوت ليفر سيل فيلير. والمهم كلمت ايام الكونسلتنت اللي كان موجود معانا وكان عمل له ترانسفير للسيرفيس وعمل له اناليسيس وكان درس مؤلم جدا لي لان عملت انا كنت فيمورال جد من اول مره وبعدين بيقولوا لا ده سهل قوي بشيل الفيمورال جد مش مشكله ده بس انت طيب اضغط ساعة نص ساعه انا بشغل من الساعه 12 ل 2 2 ضامت الساعتين ونص جات ولسه بتاع هي حنفيه شغاله اضغط تاني الساعه 3 بس الساعه 4 قلت لا اجيب العنايه البنات يضغطوا عليها احط بتاع كان عامله بتاع صغيره كده اتحط وتاني يوم التحليل اتعملت كومبليت انا جايبه بالليل يوم جمعه بالليل لقينا لقيت البليت بتاعته 10,000 او 5,000 تقريبا ما فيش بليت اللوكوبينيا يعني في اكوت بومر سبريشن كمان سبريشن الايام خد شويه جاي سي لا ما وصلش خدنا ادينا له فلويد ستيشن والعيان ده خرج من المستشفى نورمال سي بي سي نورمال ليفر فانكشن نورمال كريتين مجرد ما هو فعلا ده الاكوت سيتويشن لو هو عداها بسلام وخد سبورت في جيت بس كان حظه كده لا وحظه ضاع في ايديك بس كاتب لا لا ربنا كاتب له الكلام الدرس من القصه دي كان متشخص غلط هو جايبك عشان تقول له جايبته هنا عشان نكتب بقى ونخلص لا القصه ما بشخصش بقى فينا الا لما اشوف الكرايتيريا السته او السبعه هم كرايتيريا سته كرايتيريا ابسنس اوف شورت ومش عارف الكلام ده مهم جدا ابسنس اوف بارينتال دامج ده الكلام مهم للغايه اعمل اوقف الدايبيتس اعمل ستيشن العيان لازم يبقى في سيروزس واسايتس ما يبقاش هيباتوميجالي وما فيش اسايتس واقول هيباتريس فالابيوتين الفيلر في عيان الليفر سيروزس ده انستليشن من تشخيصات كتيره جدا الهيباتريس هو احدهم حسب ماشي جميل وهو برضه كمان الدكتور حسين دي يعني هيز لاك ان هو واقع في طبعا يعني بس هو يكمل له ويقدر يشوفه وبعدين يشخص بقى مش عيب يعني اعتقد ان احنا كلنا ما فيش حد جاب ما حدش ما غلطش في التسخين في التشخيص حاجه مش ممكن اكيد يعني في واحد ده لازم يكون واحد واقع في حاجه النقطه الثانيه مهمه بس الشيء يذكر الجايد لاينز الاوروبيه جايد لاينز والكلينيكال ديتكت اسايتس يعني عيان انت عملت روشن بيدونس بوستر شود بي اكسبوز لدايجنوستيك اسبريشن استيكلوين ما فيش حاجه اسمها ده عصرنا بطريقه فيها هيباتيتس سي فكله سيروس وحاجات زي كده يعني احنا عندنا في المستشفى جالنا ست كانت بيعالجها اوسيس شهير جدا في القاهره هنا اللي هو قالها سيروس ده هيباتيتس سي وكذا وخلاص وماشيه معاها على كده سنين او ماشيه معاها وبدات تحصل اسايتس وحاجات زي كده نعم ما بتحسنش فجابوها كده ريكومنديشن عملنا لها دايجنوستيك اسبريشن طلع الساج لو فبالتالي الساج ده عباره عن سيرم الالبوم والالبوم بلاستيك فلويد راحوا من بعض لو طلع اكتر من واحد بنسميها هاي جريدينت هايسايتس طلع اقل من كده طلع قليل طلع نص فقلنا لا في سبب تاني لو رجع بس عملنا ام ار اي للبلفس طلع اوفريان تيومر استاذه ثانيه في كليه الطب المنصوره استاذه في الكليه عندنا وابنها استاذ معانا استاذ مساعد معانا في المركز الكلى برضه كان بيتابع مع اساس الكبد ولا سيروز مش عارف ايه وانتهت القصه برضه لو جريدنت اسايتس هي عندها هيباتيتس سي وعندها مشاكل هيباتيتس سي بس سبب الاسايتس ما كانش هيباتيتس سي سبب الاسايتس كان في تيومر وطبعا القصه متشخص متاخر بقى قصه صعبه جدا بس هي بتبقى اي انا ما بقولش الحالتين دول عشان اخد منهم جايد لاينز لا الاوروبيان جايد لاينز رجعت هذا الكلام وسترونج ليفل اوف ايفيدنس لاي كلينيكال ديتكتد اسايتس ما فيش اقول الالترا ساوند بيطلع 50 سم وهو بسحب لا كلينيكال ديتكتد اسايتس شود بي اكسبوزد تو دايجنوستيك باراسيتيس دي جمله لابد منها حتى انا قلت لزميلي بتاع الكبد قلت له انت ما تقول عيالي لازم نعمل دايجنوستيك اسبانيا اسمع كلامك زي ما بيجي العيال لنا ويقول لنا نعمل بايوبسي فانت عيب ان انت بتمشي الناس وما تسمعش الكلام ده لما تلاقي شخصيات تانيه شويه وبرضه الحاجات كلها اللي هي الميس دايجنوز او الحاجات اللي بنغلط فيها ممكن تطلع من ان انت بس قلت يا يعني ده هتطلع بس حبه كل كتير وخلاص وانت بس تقولون وخلاص كده وبعد شويه الراجل ما اتحسنش او الست ما اتحسنش بعد شويه غير مش هو طب سيب غير حكايه التيومر والكلام ده اتحرك قلت جمله برضه في غايه الاهميه الاول الحاجات البريسبيريا فاكتورز اللي بيسموها سودو باتريا سندروم احدها البكتيريا بروتونايتس هعرف اشخص باتيريا فيروس ازاي اذا عملت دايجنوستيك بس عملت الكلام ده يعني القصه كلام جميل
لا مش هنروح بعيد، هنخش نفس الحته برضه في الهيبات الرينال سندروم، بس ان هو سيرفايفر في التايب 1 ما بيعيش اكتر من لو دخل فيها لو كان ضرب الكرياتينين في السيرفايفر رينال بتاعه 2 ويكس، والثاني سيرفايفر رينال بتاعه اب تو 6 مانث هيز جوينج هيز جوينج. لازم تتحاور جاست اللي انت بتحضره زي ما قال الدكتور نجيب من التبس. شوت الدياليسيس ان اوبشن فور لو في سؤال ده ازرع له ليفر بس ولا ليفر وكده؟ هو السؤال السؤال الدياجنوستيك ذا اونلي تريتمنت اوف هيباتو رينال سندروم از ليفر ترانسبلانتيشن. امتى ازعل واحد ليفر وكيدني؟ كده اعرفها ازاي؟ لا 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 لها كيدني بايوبسي فيها ده هقدر اعمل بايوبسي عادي ليفر سيل فيلير؟ لا اقدر اعمل ترانسجولر ليفر بايوبسي بس ابقى عارف ان فيها مشاكل بيلدنج جواه كده بتكلم ممكن اعمله ترانسجولر كيدني بايوبسي بس في الليفر ده لو انا ما عنديش الفاسيلتي ترانسجولر كيدني بايوبسي اعمل له فريش فوزن بلاس واعمل ليفر بايوبسي كيدني بايوبسي وعامل حساب ان هيحصل مشاكل. تمام. القصه دي انا لو شخص ده كرونيك كيدني ديزيز اسوسييتد مع ازرع وماير كيدني، لو هو اكيوت كيدني انجري ومحتاج رينال ريبليسمنت سيرابي لمده اقل من 8 اسابيع لمده اقل من 8 اسابيع بزرع ليفر بس، يعني انا لو هو اكيوت فيلر واعمل له دياليسيس كبريدجنج ترانسبلانتيشن ومر عليه فتره اقل من 8 اسابيع هزرع له كبد بس، لو اكثر من 12 اسبوع هزرع كومباين ليفر وكدني واعرف ان هو اكيوت فيلر. نبتدي بقى نتكلم انا ليفر الاول لا هي القصة ليفر بس هي ليفر ولا ليفر ولا ليفر زي كدني سو ليفر ولا ليفر ما هو ليفر الانتر بيتر هيموداياليسيس يعني ساعات بعض الحالات في ناس الدكتور حسين بيدخلوا الحالات اللي لو عندهم كرياتين بتاعه عالي ويقول لك بيحصل فيه امبروفمنت للكواليتي اوف لايف بيحسن البليتلتس وبيحسن الفانكشنز بتاعه ويقدر يظبط كان ده مش عارف انا لو حسن على الدرس يبقى مش بدري ده هو الدرس ده هو اللي القصه بتحصل كده حاجه مليئه الدكتور الكامل يقول لك هات تاكلها ويزق ويغسلها عشان يموت على الجلسه عشان تاكلها لا والله ده اللي بس ده اللي بحصل بس ما بيزهق منه خالص يعني تعمل كده عشان يعني نسكوب اور ولور وكل حاجه يعني الفيجوال عام بتاع اللي عليا عنده فيري باد ليفر يعني الكواليتي اوف لايف بتاعته فيري باد حتى لو انت حصل وهو نادرا ما الرينال فيلر بيزيد يعني عاد دايما بيموت من مشكله في الليفر. طيب 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 في جنرال جنرال ميجرز علشان بريفنشن هو طبعا اهم حاجه ان انا ما ادخلوش ومش استدل لما يخش وعالج لا ما يخشش في جنرال ميجر اللي احنا كتبنا السورس اوف انفكشنز اللي موجود عليها مش كنا بنستخدم نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري نشيلها اذا كان عايز احسن الفوليومز وهكذا. في بقى سبيسيفيك ميجر زي في الناس اللي عندهم البوبليك هيباتايتس وبتدرس في الفوسفودايستريز وعشان يحسن السايكل الكي دي بي وعلشان يبدا يتحسن قالوا في الناس دول وعلى فكره بيرجعوا للتكنيك دي من حالات البوبليك هيباتايتس لو انت استخدمت فيلم الدكتور فيلم وعملت فيها الميجرز بتاعتها وكان دلوقتي انه سندروم بيرجع ليفر داون بس الجو كان بس جاست ستوب الكول في الدكتور فيلم انت نمره بلس فاكتور الفا وفي سلايس ليز انيبيتور وسايكل ان بيقلل البروسيس اوف انفلاميشن اند اسيدوزس من ضمن الحاجات في سبونتينيوس بقى بكتيريا البروتينايز ودي ماست بي ديسكفرد زي ما قال الدكتور حسين بيه وكان احسن دراج فيها بيستخدموها طبعا كيلرونز والنورفلوكسرسين بير سي يعني هم ذكروه بير سي لو ما في بريفنشن انا ما قلتش في التريتمنت في البريفنشن في بريفنشن ثاني اللي هو لارج فوق ان انت هتشيل فلويد حط شيل بس ما تشيلش انا اربع حاجات اللي عرضتها كان في احد اختيارات ابدونال هيبر انترا ابدونال هايبر تنشن لان ده برضه هوت توبك في النيفرولوجي انترا ابدونال هايبر تنشن او كومبارتمنتال اكيوت كومبارتمنتال سيندروم جزء من الباثوجينيس انا بشيل الفرس مع الفرس وخلص من هذه الفلوس ربما يكون الفلوس ده عامل كومبريشن وعامل ابدونال انترا ابدونال هايبر تنشن. طيب اشخص ازاي الانترا ابدونال هايبر تنشن؟ بتحصل ترانسديوسر في دورين البدر وزداد ضغط فعل 25 ده دياجنوستيك
مرتبط فيه. وبالتالي لازم اعمل ايفاكويشن. لو العيان كان عامل حادثه وفي هيماتومز جوه اصف الكلام ده حاجه زي كده اشيلها، فممكن اقدر كونفيرم الدياجنوز انتراكيوت هايبرتنشن سيمبلي. طبعا لها ستاندرد، العيان يبقى زاويه قد ايه والكلام ده كله، اقيس البريشر داخل اليوريا بلاد ترانسفيوجن. لا مش اول حاجه السيرفيسز دي لازم الحاجات دي كلها اللي هي بتدخل البيشنت تايب 1 لازم ان انا ابدا اعمل لها ديفينشن وعالجها كويس. الاوفر دايروسس الناس اللي هم عملت لارج فوليوم باراسيتيزس وما عملتوش ريبليسمنت ثيرابي اللي موجود عليها. تاني حاجه فيها في الناس اللي هم في الهوسبيتالز ومعاهم سيروزس ومعاهم بري رينال ازوتينا زي ما قال الدكتور الهندي دي The most common cause of acute renal failure ده اللي هو البري رينال مش بوست رينال او البري رينال الهايبوبلينيا اللي موجودة ومن الهايبوتنشن اللي موجود الديفوجن ده الموست كومن كوز اللي موجود عندنا. فولود باي اكيوت شيفرون نكروزس والباتريون سندروم والبوست رينال. يعني الراجل اللي بيخش مستشفى عنده سيروزس توقع يحصل فيه اللي احنا قلنا عليه. اخر كلمة ان الليفر ترانسبلانتيشن از ذا تريتمنت اوف تشويس ان تايب 1 اند تايب 2 برضو علشان ان الفارمولوجيكال تريتمنت اللي احنا قلنا عليها برضو ما هيش بتزود السرفايفل وما هيش بتحسن بس اميليوريشن او بريبريشن تو ذا ترانسبلانتيشن. اند ثانك يو فيري ماتش.